بمشاركة أكثر من 600 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية من 18 دولة مختلفة، انطلقت فعاليات مهرجان معرض بغداد الدولي للكتاب الخميس على أرض معرض بغداد الدولي، المعرض الذي سيوسع من جلساته الثقافية مع عدد من الروائيين العرب الذين استضافهم، يعد الأكبر من نوعه من حيث المشاركة والإقبال. عدد الأجنحة لهذه السنة 600 جناح، وعدد دور النشر يعني 600، وعدد دول المشاركة 18، أكثر من العام الماضي. هذا المعرض هو رد حضاري وثقافي وفني لكل من كان يصنف بغداد أسوأ عاصمة. الآن في هذا المعرض بغداد تتألق. مشاركون عبروا عن سعادتهم وهم يرون التزاوج المعرفي الذي نظمه اتحاد الناشرين العراقيين بالتعاون مع الشركة العامة للمعارض باحتضان هذا العدد الكبير من دور النشر الذين اشترك عدد كبير منهم في الدورات السابقة، مشيرين إلى أنهم يعرفون مدى شغف العراقيين بالقراءة واهتمامهم بالنتاجات الإبداعية على تنوعها واختلافها. طبعا هاي السنة نتأمل خير، الأمور أفضل، الأوضاع أفضل، ممكن يبقى الوضع الاقتصادي طاغي، لأنه بتعرف الكتاب هو بحد ذاته عنده مشكلته الخاصة عم بيعاني. مؤشرات، احنا بالنسبة لنا احنا في مؤشرات تنظيمية ومؤشرات شرائية الاثنين اوكي. المؤشرات التنظيمية في ترتيب كويس خلاف عن كل سنة، في دعاية إعلانية عاملينها كويسة خلاف عن كل سنة، ففي باين ان في اصرار من الدولة ان المعرض ده ينجح ويرجع لسابق عهده. نقرأ لنرتقي هو الشعار الذي حملته هذه الدورة من المعرض، والذي يعبر بحسب عدد من المشاركين عن رسالة محبة وسلام ودليل على انفتاح العراق على العلوم والثقافات الأخرى. الحمد لله كانت الكتب ومحتواها كلش يشمل كل الأذواق. أنا بالنسبة لي كطالب طب لقيت كتب اللي تهمني من ناحية العلمية، بالإضافة إلى كتب أدبية كنت أبحث عنها من صار لي فترة بها ما لقيتها بالمتابعة، لقيتها هنا. منظم المعرض دعوا الجامعات والكوادر التدريسية والطلاب إلى زيارة المعرض من أجل الاطلاع ومواكبة التطور العلمي في شتى المجالات. موفق مجيد، الحرة، بغداد.